السلام عليكم. اليوم عندنا انت الحين قاعدة حق سكوتر زي ما انتم شايفين، طبعا عدلته ووزنته عشان صار يمشي، ما يصير مايل على اليمين او يدور على نفسه. طبعا لحمنا من الجهتين من فوق ومن تحت بحيث يمسك مضبوط. ايضا لو تلاحظون لحمته من الخارج ومن الداخل من جميع الجهات عشان اضمن انه ما يرجع ينفتح مرة ثانية. حياكم الله من جديد. بما ان تكلمنا عن القواعد فاليوم بعطيكم تفاصيل جدا مهمة. احيانا يمشي السكوتر مايل او يدور على نفسه، تمام؟ في مشكلتين. المشكلة الاولى تكون احد المطبات او وزن ثقيل حمل عليه، فانطعج هذه، طبعا هذه اللي لحمناها من قبل، تنطعج هذه من ثم يصير يميل او يدور على نفسه. المشكلة الثانية وهذه اول مرة تصادفني، عيب مصنعي بحيث القاعدة هذه فيها ميلان اكثر من الجهة الثانية فيدور على نفسه. طبعا شغلتنا فيها كهرباء اكثر من الحام، لكن تعلمت الحام فقط عشان اريح الزباين ما يروح يضطر يعني يودي لمحل ثاني وما يضبط له الحام او ما يزن له صح. فشوفوا هذه، اذا واضح عندكم الميلان في القاعدة الجديدة، وهذه اللي لحمتها. اعطونا رايكم.